كيف داير مزيان؟ بس عليك بخير. شي بنكة؟ شي بنكة قريبة؟ هاي في الشارع. خليها هذيك والله ما فيها تارية. ايوا هادشي اللي كنعرف انا. شوف هذا تكون عامرة فلوس فهمتيني؟ المهم ما نكذب عليك هذيك اللي كنعرف انا. شي وحدة زعما ما يكونش فيها سيكوريتي بزاف. هذا شارع واحد اللي كاين في هذا المرجل. وشي حاجة في هذا الطريق هذي؟ على هنا ما تبقاش هادو عاد جداد. وصاف عرفتي شنو سمح لي ولكن ولكن شوف ما شتيني ما شتك انا مزاوج. اه هانية صافي والله يحفظك. اشنو استعملنا حنا؟ ما درنا والو، هدرنا كل واحد غادي بحال صافي داك الشيء اللي كاين انا صافي الله يرحمه اللهم امين. والله ما سمعتك. كون لقيت انا باش نعاونك راه نعاونك. حلف بالله. الله يكثر خيرك. انا عاد سكنت هنا جديد. مرحبا بك في اس 1 شارع، اليوم غنخرجوا عند الناس للشارع وبدا نسولوهم فين جات اقرب بنكة ونشوف ردة فعلهم. هما كيشوفوني هازا الصويك ولابس هاد الماسك. فكرة كوميدية بزاف ردة فعل غادي يعجبكم بالتأكيد. سو كملوا هاد الفيديو الكوميدي حتى الاخر وشي كومنتار زوين. خليكم مع المقلب ديالنا وكيف ديما غاتسدوا. السلام عليكم. كيداكم مزيان هانيا؟ خير الله يحفظك. هاد الصاك دخلت واحد البنكة بهاد الصاك وما قدنيش عندهم الخير تبارك الله. بغيت تزيد معايا هادي الا كان ممكن نعمر فيها داكشي اللي بغيت نعمر فيها. فايت شيك. سكو ضعيف واخا الماسك. السلام عليكم. شي دابا ما طلعتش نرجع بغيت نسولك شي بنكة قريبة هنا عافاك. واش مريض اخويا صافي؟ لا اختي راه عيسكشي راه بغيت نسولك فين شي بنكة شي وحده قريبه انا تكون عامره فلوس. نعم اختي. خويا كترى تبعدني عافاك. اش كترى هذه مازال ما شفرنا مازال ما درنا والو حنايا. واش نمشي معاك انا جنيرات؟ بانك الطوموبيل ديالنا زعما حنا اللي مبراسينو. انت ما غديري والو انت غير تنعتي ديال البنكه. سيرا وما طلع الطوموبيل تسول تليفوني. قولي باش نعيط لبنك تليفونك. فهمتيني اخي؟ عطيني التليفون غنعيط لبولي. اش اختي؟ اجي خويا نوريك البنكه. ها بحال كثير نيشان الدوره نولي على يدك اللي صرات الكار. ولكن اش من بنكه؟ هنايا ما كاين حتى بنك. مكناس ما فيهاش البنكات. ما تدخل معايا. ما فيهاش البنكات. مكناس ما فيهاش البنكات. ما كاينينش البنكات في مكناس مقطوعين. خويا الله يرحم الوالدين عطونا الناس. سمح لي بزاف والله. انا 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 نيتي حسنه. فهمتني؟ راه ماشي هذه تسرق راه كتسرق الناس. تليفوني بعدا. راه فلوسي وفلوسي. راه البنكه غتعوضهم خليني. انت اللي سرق لك فلوسك. راه البنكه غتعوضهم. انا غنسرق البنكه. مراه طلعت سير خويا البنك المغربي دابا ما احسن. دابا شوف جاوبيني بصراحه. دابا جاوبيني بصراحه واش نسرق البنكه ولا نسرقك انت؟ شي بنكه قريبه. شي بنكه قريبه واش تشوفها؟ لا حاشا حاشا حاشا. واش هاد الوجه ديال الصفر هذا خانك بالله؟ واش انا نصفر بهذا الوجه هذا؟ دابا اصلا كلشي دابا كلهم سدوا شرا فاس سدوا. عندي طرق ديالي باش ندخل. اوكي فين؟ لي وحده لهيا عرفت فين؟ لهيا دوكا لهيا فين البلاصه؟ سمكتيني ياك وريني بنكة دابا. واحد يهز معايا الصاك، واحد يدخل لبرا، واحد يتسنى لبرا، واحد يجيب طوموبيل ديالي. ها؟ ديالي انا معك شحال عندنا في السنة خليته غنقلب على شي بنكة. Je recherche une banque. Banque. Ah. C'est nouveau. Moi aussi nouveau. C'est mon premier braquage. Salam alaikum. Puis le musée. Ma gardeur, je suis en train de faire des pièces. Tiens, je vais aller chez Banca. شي بنكة قريبة. نطلع هنا. انت احنا ما عارفين شي كاين البنكة. شي وحدة قريبة وتكون ما فيهاش سيكيورتي. ما تسكنوش هنا. شنو هي؟ حاج بخير مزيان حاج تنسول على شي تنقلب على شي بنكة. بنكة؟ بنكة راه كاين لوحة مزيان هاد الشارع الكبير. كاين هنايا؟ خذ مع الشارع الكبير. والله ما كنسمعك مع الماسك. خذ مع الشارع الكبير. اها ماشي عندي الشارع الكبير هما الشارع الكبير. كاين لابلاكس موجودين؟ موجودين تما. فيهم شوية الفلوس؟ كلشي موجود تما. وعطيك الصحة.
كندير كاميرا خفيه ها هي هادي. واش هاني ندوزو هاد اللقطه اللي صورنا معاك دابا؟ لا راه صافي ندوزو. شكرا. شوف اختي كنظن خلعتهم اكثر من الكاميرا كاشي. حرام عليك اخويا. شوفي كاميرا خفيه كاميرا كاشي. شتي كرا كوميدي درنا معاه بزاف الناس، واش غادي دوزو معنا؟ ماشي مشكل. ما تقوليش هاد الشي كاميرا مسرح ولا مسرح عليك انت حسابي شتيها. واش حنا ندوزو ماشي مشكل معنا؟ درنا مع بزاف ديال الناس وانت شكرا بزاف. واش حنا ندوز معنا في هذه اللقطة؟ سهل عليك. واش حنا ندوز معنا في هذه اللقطة في يوتيوب ماشي مشكل؟ راه كلشي العالم كيدوز. شكرا بزاف الله يرحم والديك. مادام انا كنهضر على الفلوس فالسبونسر ديال الفيديو وان اكس بيت اللي انت كتستافد منه 1300 درهم من بعد اول ديبوزيت بهذه الطريقة وبهذا الكود برومو.